السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها في مساحة حرة على الهواء مباشرة، هذه المرة عن رحلات العمرة والمتابعات فيها، وكيف يمكن تفادي أو التقليل من الضحايا فيما يتعلق بالمعتمرين. كيف يمكن إعادة ترتيب الأوراق في هذه القضية؟ كيف يمكن المتابعة أكثر من 16 شهيدا معتمرا رحمهم الله قد فقدهم أهلهم وذويهم في أثناء ذهابهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة؟ ما الذي يجري؟ ماذا يقول المواطنون؟ ماذا يقول شهود العيان؟ ماذا تقول الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ وهل بالفعل هناك أي إجراءات سوف تتخذ لاحقا وتكون صارمة في هذه القضية؟ سنتحدث إلى وزير الأوقاف، سنتحدث إلى بعد قليل طبعا، سنتحدث إلى نقابة أصحاب شركات الحج والعمرة. في بداية هذه الحلقة نترحم وإياكم على شهداء المعتمرين، وألهم أهلهم وذويهم الصبر وحزن العزاء، وكذلك الشهيد الذي استشهد بالقرب مفترق مستوطنات عتسيون في هذا اليوم، وكل الشهداء رحمهم الله. دعونا في هذه المرة نشاهد وإياكم ما قاله رئيس الوزراء الدكتور أمين حمد الله باسم القيادة الفلسطينية وباسم السيد الرئيس بهذا الخصوص. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم باسم الأخ الرئيس واسمي شخصيا ونيابة عن الحكومة وشعب فلسطين بأحر التعازي من ذوي الشهداء المعتمرين ضحايا الحادث المفجع الذي وقع على الحدود الأردنية السعودية في طريقهم لأداء مناسك العمرة. إن هذا الحادث المؤلم إنما هو مأساة إنسانية وطنية على كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وقد أوفدنا صباح هذا اليوم وفدا طبيا وبمرافقة وزير الأوقاف الذي يرأس وفدي الوزارتين لضمان تقديم جميع التسهيلات لنقل جثامين الشهداء إلى داخل الوطن، وتقديم كافة التسهيلات للجرحى المعتمرين ومتابعة علاجهم وعودتهم إن شاء الله سالمين إلى أرض الوطن. من جديد أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. مباشرة قبل أن نستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم، سنتحدث إلى وزير الأوقاف الشيخ يوسف دعيس. بداية نعزيكم، ثانيا معالي الوزير، شو اللي صار في الحافلة التي راح منها شهداء ضحيتها 16 شهيدا معتمرا، وقبلها مصادفة، وطبعا كل قضاء وقدر والحذر لا يمنع وقوع القدر، قبلها قبل سنتين أو ثلاث سنوات كان هناك 16 شهيدا أيضا، ما الذي يجري؟ تفضل مع الوزير. الحمد لله على قضاء الله وقدره. بالتأكيد يعني إحنا شعبنا الفلسطيني الشعب المصابر دائما هو يعني أهل الابتلاء، ويعني نذكر دائما أهالي الضحايا بقول الله يعني عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالتأكيد إحنا طبعا يعني فوجئنا بهذا الحادث الأليم يوم أمس عندما تم الاتصال به أن هناك حافلة قد انقلبت وهناك في ضحايا وهناك في جرحى، وبتوجيهات دولة رئيس الوزراء وانطلقنا إلى عمان وقد قمنا بالواجب. حقيقة يعني إن الحادث وكان حادث أليم، هناك في تحقيقات بالموضوع نعم من قبل الدفاع المدني. نعم، لكن سمحت الوزير بهمش، أنا بدي بعد إذنك أني أزعجك شوي بس أقرأ وإياك بعض ما جاء على الفيسبوك. أحد المواطنين يقول: الموت واحد والأسباب متعددة، كفانا استهتار بأرواح البشر، أين الضمائر؟ أين الجهات المسؤولة؟ أين الوزارات المتابعة؟ لماذا لا يتم أخذ ومحاسبة الإجراءات اللازمة الرادعة للتقييم المستمر للشركات؟ هون حدا بيحكي من باب الإنصاف، أنا شفت الحافلة من أفضل الشركات هذه الحافلات، ولكن يبدو أنه في خلل. هون حدا بيحكي المفروض يكون في رقابة على المكاتب وعلى صلاحية الباصات وعلى رخص السائقين، ولكن الواقع غير ذلك تماما، هناك فلتان وهناك عشوائية
وهناك أحدهم مثلا لا يستطيع أن يقود حافلة وهكذا، يعني بما تعلقون سمحت الدكتور؟ طبعا احنا نحترم كل الاراء، وكل انسان من حقه ان يعبر عن الراي الموجود. طبعا احنا بالنسبه يجب ان يعني نميز بين الامرين الاثنين. بالنسبه موضوع الحج والعمره، الحج هو موضوع صرف من اختصاص وزاره الاوقاف تقوم به بكل مكوناتها، من نقل، من استئجار سكن، من خروج الحاج الى عودته. بالنسبه الى العمره هو فقط وزاره الاوقاف تقوم بتاهيل الشركات بناء على مواصفات وشروط، ولوزاره الاوقاف مراقبه هذه الشركات. ولكن يعلم الجميع ان احنا شعبنا الفلسطيني هو يقوم باستئجار حافلات، استئجار سكن من الخارج. لا يوجد لدينا حافلات من فلسطين تنطلق من الاراضي الفلسطينيه حتى توجه الى السعوديه. معظم شركات العمره هي تقوم باستئجار حافلات من شركات متخصصه من المملكه الاردنيه ذات مواصفات ومقاييس حسب ما اشترطتها عليهم وزارة الأوقاف، وحسب ما هي مصنفة من قبل وزارة النقل والمواصلات الأردنية. طيب سمحت الشيخ، بعد إذنك بديش أطول عليك، بس أبقى مع أحد يعني من نقابة شركات الحج والعمرة الأستاذ جواد جعرة. بداية يعطيكم العافية، هناك لوم كبير على شركات العمرة والشركات الأخرى التي تتابع في موضوع الحج، خلينا في موضوع العمرة، بما تعلقون على ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أولا نترحم على شهدائنا الذين توفاهم الله في حافلة العمرة التي كانت متوجهة إلى المدينة المنورة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشافي الجرحى جميعا وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله. أيضا أخي الكريم، أولا أشكر سماحة معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية. نحن كشركات حج وعمرة وكنقابة أصحاب الشركات نخضع لقوانين تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نخضع لتراخيص أيضا تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأيضا كما تفضل سماحة الوزير الباصات أو الحافلات التي يتم استئجارها هي تخضع لشروط الدولة التي تخرج منها وهي الأردن الشقيق. طب بعد إذنك أستاذ جواد، دهمش أنا بدي أقطع عليك هون، حد من المواطنين على الفيسبوك بيحكي صدقني أنه لا نعمم، ولكن هناك تجار، هناك من لا يراعون حرمة الناس، هناك مثلا لما يطلعوا على الحج والعمرة أو على العمرة بيحكوا لهم في لكم سكن بيطلع فيش سكن، لكم حافلات بيطلع فيش حافلات، ليش ما يكون في عقد ما بين الشركة وما بين المعتمر، ما بين الشركة والحاج، كله كذب في كذب. احنا ما منعمم أستاذ جواد، لكم شركة محترمة، ما بحكي عنكم، هيك المواطن بيحكي. وبيحكي كمان أنه اتقوا الله فينا، كل البعض من الشركات هم تجار، ولا أبالغ لك إذا ما قلت أنه هناك مئات المشاركات الآن على الفيسبوك في أغلبها أو في بعضها هي لا تقول خيرا تجاه شركات الحج والعمرة أو بعضها. تفضل أخي الكريم. طبعا شركات الحج والعمرة هي كما قلت شركات مرخصة، أيضا العقد الذي يوقع بين المعتمر ملزم فيه الشركة المرخصة والمؤهلة من وزارة الأوقاف، وعندنا إحنا في جميع الشركات المؤهلة عقد يتم إبرامه إذا طلب منا بين المعتمر وبين الشركة، بأبعاد السكن عن الحرم، بنوع الحافلة، بموديل الحافلة، بنوع الغرفة إذا كانت ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، كل هذه الأمور مذكورة في هذا العقد. أي حدا بيجي عندكم، أي حدا، بحكيش عنك طبعا، بحكي بشكل عام الشركات، أي حدا بيجي، وسمحت الوزير الآن سامعني، أي حدا بيجي على الشركة يعطى، على أي شركة يعطى عقد ولا بس للي بيطلبه؟ طبعا إحنا نعرض العقد على كثير، على جميع المعتمرين، منهم من يطالب هو بالعقد، ومنهم من يقول إحنا ما في بيننا أي عقد. أيضا لا ننسى أن وزارة الأوقاف أبوابها مفتوحة لأي مشتكي من المعتمرين على أي شركة، وتخالف هذه الشركة وتحاسب هذه الشركة. لكن أنا عتبي على إخواننا المعتمرين
الذين ينصحون دائما بالذهاب إلى الشركات المرخصة والمؤهلة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. هناك من المعتمرين من يبحث عن أرخص الأسعار، من يبحث عن أسعار يعني. طب شو دخل طب بعد إذنك، لماذا لا يكون في الحافلة سائق آخر؟ خليك معي سمحت الوزير، استمعت لما قيل سمحت الوزير لأي يعني أنا سمعت بكثير. نعم. أولا يعني أنا أقول للمواطن الكريم، وهذا كان قراري ورأيي أنا، على المواطن الكريم إذا وجد هناك أي تقصير من أي شركة يتوجه علينا، لن نتوانى اللحظة بإصدار أي عقوبة بحق أي شركة. إحنا أغلقنا شركات إغلاق كامل ولم نرخصها مرة ثانية. كل من يلتزم بشروط والمواصفات والمخايط التي ضعها وزارة الأوقاف نؤهلها، ومن يخالف ذلك نتخذ بحقه الإجراءات. نعم. القانونية. ولكن أنا يعني أقول هناك كثير من المعتمرين يتساهلون بهذه الأمور، عندما يصل الحد إلى إصدار أي عقوبة يتدخل المواطن ثم المواطن وقاعدين. طب يعني سمحت يعني الوزير بعد إذنك، وإحنا قاعدين نحكي وإحنا من عند في الحلقة بصراحة، يعني أحدهم قال والله العظيم بنضطر إحنا لما نطلع من المملكة العربية السعودية وإحنا بنخلص أو بدنا نفوت على الديار الحجازية، إنه نضلنا نحكي مع الشوفير لأنه في الشوفير ثاني يساعده، ومنضلنا نحكي معه عشان ما ينامش. هو بالتأكيد وزارة الأوقاف كانت تطلب هذه الشروط، ولكن إحنا طبعا هناك في عطف نظر في هذا الموضوع، وسنبحث عن إمكانية تطبيق هذا الموضوع. لأن أنا سألت عن لماذا لا يكون هناك سائقين اثنين في الحافلة، لكن هناك يوجد بعض الإجراءات تحول. يعني هل من المعقول سمحت الوزير بعد إذنك أنه يكون في سائق سوبرمان مثلا أو أبو الحروف يعني يسوق من 15 16 ساعة 20 ساعة يومين ورا بعض ما في حدا بيريحه مثلا؟ لا أنا ضد ذلك. أنا مع أن يكون هناك سائقين، ونحن نشترط أن يكون هناك سائقين. وأنا أجيت على وزارة كانت تسير في العمرة حسب شروط ومواصفات وقوانين صارمة جدا في الموضوع. إحنا هذا الموضوع رايحين نبحث فيه، نشوف ليش الشركات ما تأخذ بساط فيها سائقين اثنين، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق ذلك. نعم، شكرا لكم سماحة الوزير. أستاذ جواد أخيرا تفضل. أخي الكريم، بس أنا أريد أن أعقب على بعض الأمور. أولا، كثير من المعتمرين يشترط الخروج في يوم الأربعاء حتى يصلي الجمعة في المدينة. هناك يتم إرباك من كثرة الباصات والازدحام وعدد الباصات الذي لا يفي بالغرض لنقل جميع المعتمرين. إذن ليش يتم الطلعة؟ طبعا أنا بالمناسبة مرة أخرى، أنا لا أتحدث معك كشركة لك، أتحدث بشكل عام عن كل الشركات. تفضل. أيضا أنا أتكلم وأمثل جميع الشركات، لأنني أتكلم باسم نقابة أصحاب شركات الحج والعمرة، وأنا على اطلاع وتابعنا الموضوع. الشركة الناقلة هي شركة عريقة، وكثير منا ينقل في هذه الشركة حافلاتها حديثة يا أخي الكريم، ويتم عليها الصيانة أولا بأول. لكن الذين يقولون أن السائق نام، أنا بخبرتي وخروجي إلى العمرة في السنة ثلاث أو أربع مرات، لا يمكن أن يكون هناك تعب على السائق من مسافة من جسر الملك حسين رحمه الله إلى منطقة المدورة، خاصة أنه يقف بالطريق في محطة أو اثنتين. لذلك إحنا يعني نهيب بإخواننا المعتمرين والمعتمرات ألا يشترطوا أن يكون الخروج فقط في يوم الأربعاء. لماذا لا يخرجون يوم الأحد؟ طب يعني أستاذ جواد، طلعوا يوم الأربعاء، طلعوا يوم السبت، طلعوا يوم الجمعة، القضية في قضية في الباص في الحافلات إنه يكون سائق آخر، صح ولا لا؟ لا شك إنه السائق يعني لو طلعوا يعني عفوا، شو المشكلة إنهم طلعوا الأربعاء، مشكلة طلعوا الخميس، مشكلة طلعوا السبت، شو القصة؟ الازدحام وكثرة الباصات التي تخرج، وطبعا الأردن الشقيق الحافلات الموجودة فيه، عندما يكون هناك مثلا عطاء لإخواننا في 48، أيضا خروج المعتمرين من الأردن وخروج المعتمرين من الضفة الغربية، هناك يكون ازدحام وقلة في الباصات وقلة في السواقين. إحنا كنا بالسابق نتعامل مع الحافلات السعودية مع الأردنية، الحافلات السعودية يكون عليها اثنين من السواق، لكن الآن لا تأتي الحافلات السعودية إلى الأردن، ونحن نطالب بأن يكون هناك اثنان من السواق على كل حافلة. نعم، لكن هذا الحادث هو حسب ما تابعنا منذ بدايته إلى الآن هو حادث مفجع لا شك، وهو طيب. ألمنا كثيرا، لكنه كان بس بدي أحكي لك شيء بعد نفس الجواد أخيرا، معيش وقت، بس استفسار بسيط، هل ترى فعلا
انه الشركات المقصرة انتم نفسكم ما بتحطوا لحد ولا لا؟ طبعا احنا الان بصدد عمل وثيقة بيننا وبين اخواننا في وزارة الاوقاف من اجل تيسير وتسيير الامور على اكمل وجه ووضع يعني نظام من اجل سلامة المعتمر وسلامة وسلامة الحافلة وسلامة السائق. وطبعا كما قال سماحة الوزير قبل قليل الباصات تخضع ليس لفلسطين، الباصات تخضع لنظام دولي تخرج الى الدول الاخرى بالتأكيد التي تخضع لنظامها. اشكرك استاذ جواد، شكرا جزيلا لك استاذ جواد جعارة. فاصل قصير ابقوا معنا. أنت أول إشي ربيت أولاد صغار 8 وقسمت ربي أولاد ابني 4 ربيت 8 مات أبوهم أمي كلهم صغار سايق بنت ربي بعد ابني يعني ابني. رحمهم الله، مش عارف أشكر المخرج ولا ما أشكروش حسن نجار، شكرا لك يا حسن. على أي حال في هذا الوقت بالذات هناك أحد المواطنين بيتحدث، يا أخي أنت ليش فاتحين برنامج على هذا الموضوع؟ هم ذهبوا شهداء رحمهم الله. طيب ذهبوا شهداء رحمهم الله يعني ولهم عائلات ولهم والقضاء أو الحذر لا يمنع وقوع القدر، ولكن يعني الأخذ بالأسباب مهم وهذا شيء ضروري. ويعني إذا القد الموضوع هيك لو أنت كنت معهم يعني ولا سمح الله حصل لك شيء. على أي حال ناش نكثر كلام. محمد بن جنين تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسك بأنوار النبي إن شاء الله وجميع المشاهدين. أهلا بك تفضل. يعني إحنا بنقول الله يرحم الشهداء جميعا، إن كانوا شهداء بقتل من إيد الصهيوني القذر الحقير ولا إن كانوا في بطريق الحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهي هجرته إلى الله ورسوله. نعم. وإن شاء الله لهم هاجروا إلى الله ورسوله ووقع أجرهم على الله ونحتفل. أنا ما بتحدث من طلع محمد، أنا بتحدث من الناحية الدينية. لا طبعا أنا الآن بتحدث من باب الأخذ بس بستناك حكي معي. أنا بتحدث الآن من باب الأخذ بالأسباب. نعم. الآن الناحية الدينية أجرهم على الله ولا أحد ولا نزكي على الله أحدا يعني بين قوسين. أنا الآن بتحدثش دينيا، الآن بتحدث إنه هم بالأخذ بالأسباب شركات الرحلات العمرة المتابعات شركات العمرة والحج هي لا تأخذ بالأسباب، هي تتنافس على الحال المادية أكثر مما أخذ بالأسباب. بدناش نعمل أول امبارح كنا احنا يعني امبارح اللي حدثوا اللي صار مش هيك واحنا مروحين المغربيات نتصرف نعمة نحكي في الموضوع يعني بشكل بقول واساك بقول انا بطلعتي على العمرة كنت اساعد السائق اللي ماشي بالعمرة معنا، يعني بمعنى اخر السائق مش قادر يكمل المشوار كنت انا اسوق بداله. يعني ضلك تحكي مع تسوق بداله؟ هو كإنسان معتمد. انت تسوق كنت في الباص بدل السواق؟ مش انا، الشخص اللي كان معاي بكت تعرفنا وياه كان لي انا سائق باص. لما طلعنا على العمره السائق مش قادر يكمل المشوار صرت انا اسوق بداله. يعني عادي واحد معتمر صار يسوق بداله الباص. صار يسوق بداله جميل شيء جميل. يعني في مشكله ما دامك انك انت بتقدرش ليش ما يكون هناك سائق ثاني يساعدك انت كإنسان؟ يعني كسائق هو أصلاً ممنوع يطلع على العمرة أي سائق باص إلا معاه سائق مساعد إله آخر. طيب. وكل فترة من الزمن لازم يكون في هناك. طيب أشكرك يا محمد، شكراً جزيلاً لك. الله يحييك. طيب في هون مواطن بيحكي يعطيكم العافية، أنا بحكي لكم إنه يجب أن تكون هناك متابعة حقيقية في موضوع شركات العمرة، والوزارة عليها حمل ثقيل ولكن يجب عليها أن تبدأ فعلاً بالمتابعة في هذا الموضوع لأنه الأمر خطير. إحنا أرواح أهلنا مش ببلاش،
ويجب أن تكون هناك متابعة حقيقية في هذه القضية. هون حدا بيحكي البعض يصطاد المعتمرين اصطيادا لأخذ العمولة والرسوم، ويترك المعتمر بدون لا مرشد ولا بدون توفير حدا ولا حجز سكن ولا مدينة ولا غيره، وحتى سائق معناش. هون كمان مواطن بيحكي إنما حصل هو دليل على إنه ما فيش متابعة، اختصر اسكت في الموضوع اسكت. اوكي طيب هيني سكتت في الموضوع فيش متابعة. طيب وسيد تفضل. وسيد تفضل. مساء الخير معاذ، هلا بيك تفضل. بداية الرحمي يا صديقي على أرواح الشهداء، شهداء فلسطين جميعا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. خير عزيز، الموضوع الرئيسي بتوقف على غياب الرقابة دائما من قبل وزارة وزارة الأوقاف. طيب بالإضافة لذلك يعني الطمع الموجود عند أصحاب الشركات. أنا من الناس اللي عشت هذا الجو لمدة 4 أيام، وأنا بسبب أنه شركة فلسطينية نصبت على شركة أردنية، وإحنا بنعرف أنه الشركة الفلسطينية إما بتنسق مع الجانب السعودي ولا بتتم الحجوزات من خلالها، بتتم من خلال شركة أردنية، لأنه الشركات الفلسطينية لا تمتلك الصلاحية بأنها تقوم وتجهز كل الأمور الخاصة بالعمرة. هاي نقطة. النقطة الثانية، إحنا كل فترة يعني هاي الحادثة بتتكرر 3-4 مرات. إذا في السويد أو في أي دولة يعني فيها قانون محترم، في طفل بنجرح الوزير بيستقيل. طب شو دخل يعني أنت بالطالب؟ هلأ في متابعات في هذا الموضوع تمام؟ هلأ اسمعني شوي. جيدا يعني اسمعني بس شوي. هلأ يعني هذا العالم عم بنعيشه أو هاي الأحداث عم بتصير من ما في حد عم براقب، احنا اللجنة عم تتشكل. طب معناته اسمع معناته لو بده كل حدا يصير اشي وزي ما بتحكي يستقيل، بضلش ولا حدا. طب على كل بضلش ولا حدا من الجهات اللي بتتابع في الملف هذا الموضوع. خلينا اسمع، احنا بدنا علاج حقيقي. ما بدنا حقيقي انه احنا تكون عندنا رقابة جيدة، انه يكون اي مواطن، اولا تكون الاتفاقية ما بين المعتمر وما بين الشركة تكون إلزامية. اي شخص مثل ما بروح اصل اجيب دواء لازم يكون معي روشيت، يكون اي معتمر مع اتفاقية. طيب اشكرك ما تضلش معك. تكون لجنة مخصصة بمتابعة يعني موجود طيب. دائما بالسعودية. اشكرك يا سيد، شكرا جزيلا لك. عثمان من القدس تفضل. يا عثمان السلام عليكم. عليكم السلام. اولا مساء الخير. مساء الخير أخي معاذ. هلا بيك مساء النور. أولا أشكر جميع الأطباء الأردنيين وأشكر جلالة الملك حكومة وشعبا على استغاثة هؤلاء الذين فقدهم الله سبحانه وتعالى. إن الله في كتابه العزيز يقول يدرككم الموتى ولو كنتم في بروج مشيدة. أخي الكريم، عندما يكون السائق معه معاون هناك يتريح السائق، وهناك سائق ثاني يمشي بداله ويرتاحوا التنين مع بعض. عندما تكون وزارة المواصلات أن تكون الباصات مريحة وعندها فحص ميكانيكي كامل، وقدموا لوزارة المواصلات هناك ارتفع. يعني أنت تطالب أن يكون هناك فحص للمواصلات، للحافلات، لكل ذلك. نعم، صحيح؟ لأنه هذه أرواح لن تذهب سدى، ولكن الله سبحانه وتعالى اختارهم. فأنا أشكر كل العاملين، وأشكر أخي أبو مازن، وأشكر أخي حمد الله، وأشكر يعني واسونا كما طيب. يعني كأنهم إخوة، وهم فعلا إخوة. نعم أشكرك يا سيد. شكرا معاذ. اسمح لي أخي معاذ. تفضل. اسمح لي أرجوك، هنا لأنه يكون مسؤول ويقدم أوراق الفحص للباص إنه 100% والمعاون 100%، هناك يرتفع عن كل الشركات. أما بالنسبة إنه السائق ينام ويخلي الأرواح ماشي وهو نايم يسوق، مش عارف وين بده يسوق. نعم بالتأكيد هو يعني بالتأكيد أشكرك بالتأكيد هو ما قصدوش، يعني ما فيش حد بقصد لا سمح الله إنه نعم يعني يقتل حافلات. شكرا جزيلا نعم لك. نعم ماهر من نعم جنين تفضل. يا ماهر شكرا لك. ماهر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا رحمة الله على شهدائنا، رحمهم الله، ونتمنى يعين ربنا أهاليهم ويصبرهم إن شاء الله. يعني القضية وما فيها، أنا اعتمرت قبل أنا وعائلتي واحد 6-1. نعم
اثناء اعتبارنا شفنا مخالفات كبيره. لو تعلي لنا الصوت. بعدم التزام الشركات بالشروط المطلوبه. يعني بحيث انه احنا كنا مسافرين من برد الظهور احتلال الصعيدي الى المدوره. في هذا الطريق كلياته طبعا فيش الا سائق معنا. طب اسالك سؤال صريح، انت رايت انه في متابعه من قبل الشركات اللي انت طلعت معها ولا فيش متابعه على البركه هيك يعني على بركه الله؟ في متابعه وفي شكاوى كثير وما حدا بيسمع للمعتمرين ولا بيسمع لحدا. ولا حدا بيسمع لكم؟ ولا حدا؟ ولا حدا بيسمع لشكاوينا. معقول يا رجل ما حداش يسمع لكم ولا شكوى ولا ولا ولا؟ والله كثير من المخالفات، يعني اهم هي انه مش موجود الا سائق واحد، وكنا نتناول اثناء ايام على الطريق للسهر مع الشوفير من خوف ينام، كان يخطى واحنا يعني انتوا كنتوا جنب الشوفير الباص حتى انكم تضلكم سهرينه. صحيح، لانه بقى يسوق مستحيل 24 ساعه انه حدا يثبت هذا الوقت، هذا فيش استراحات على الطريق، نوقف نستريح نص ساعه او ساعه الا ربع، لا يتمكن انه يرتاح ولا شيء، فيش الا سائق واحد معنا. طيب اشكرك، شكرا جزيلا لك ماهر. دكتور اشرف شلالدي. دكتور اشرف. دكتور اشرف مساء الخير. نعزيكم 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 اولا. الله يسلمك. للتصحيح فقط، الاسم دكتور رأفت الشلالدي. تفضل يا دكتور رأفت. اولا اخي معاذ يسعد مساك ومساء جميع المشاهدين، والشكر بداية نود ان نشكر المملكة الأردنية الهاشمية ابتداء من جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والشعب الأردني الشقيق، وايضا الشكر موصول الى قيادتنا الفلسطينية وحكومتنا وكل الجهات المعنية اللي امبارح ساعدت كثير وخففت من ألم أهل وذوي الشهداء. أنتم لكم شهداء في نعم لنا. طيب بعد إذنك. أربعة من أبناء العمومة، طفلين وسيدتين رحمهم الله. سارة صحيح، سارة رحمة الله عليها البنت الصغيرة. ماسة. طيب بعد إذنك. نعم بعد إذنك لو تكرمت، شو حكوا لكم التحقيقات الأولية؟ شو اللي صار؟ والله يا أخي معاذ، إحنا امبارح التقينا بمعالي وزير الأوقاف دكتور يوسف الدعيس في معابر أريحة. عندما استقبلنا الحالات فكان الرد إنه التحقيقات جارية يعني، والملف سلم للنيابة ولغاية خروج نتائج التحقيقات، يعني لا يريدون استباق أي أحداث يعني. طب متى بلغتم عن الأسماء الشهداء رحمهم الله الوفيات؟ متى تأخرت؟ يعني هي بدأت تقريبا حوالي منتصف الليل، يعني كان الحديث عن حادث الاصطدام أو الحادث الأليم الذي ألم بالمعتمرين، ولكن تقريبا ساعات الصباح هي التي حسمت، يعني بعد ما تم التعرف على جثمان السيدتين يعني بشكل طيب قطعي. ما كم عمر الطفلة ماسة رحمها الله والطفل أخوها، كم عمره؟ والله الطفلة ماسة عمرها تقريبا 10 شهور، الطفل 4 سنوات. أربع سنوات. ومين كمان أخوها؟ والدته ولا والده توفى؟ لا والله والدته ووالده هم الآن في المستشفيات الأردنية. طيب الحمد لله رب العالمين. مصابين، ويوجد اخر يعني سيدتين اخرتين مصابات يعني في المستشفيات الأردنية. طيب بصراحة واريد منك كل الصراحة، هل ترى انه في تقصير ولا لا؟ يا سيدي العزيز، اولا احنا مسلمين نؤمن بالقضاء والقدر. ولكن ان يعني نجذب الامور الى الموضوع الديني ونغفل ان هناك كان سبب، ولولا انه في سبب اكيد لم يحدث هكذا حادث. يعني بالشكل الرئيسي يجب أن تكون رقابة من وزارة الأوقاف الفلسطينية والأردنية والسعودية ووضع شروط صارمة ورادعة لهذه الشركات، شركات الحج والعمرة اللي تنقل المعتمرين. ولا نعمل يعني طبعا احنا كشعب فلسطيني هاي للمرة الثانية، وفي كل مرة أكثر من 16 معتمر و 16 شهيد، أرواح الناس ليست يعني رخيصة، الناس لا يجب التعامل بهاي الطريقة. يعني استمعت قبل قليل الى والدة احد الوفيات الشهداء رحمهم الله، شو كانت تحكي؟ والله يا اخي معاذ سمعت، ويعني يعني والله إن القلب لا يقطر دما على والله يا اخي لكل وفي مواطن دو مؤاخذة، وفي مواطن هم ببعث لك بحكي لك هؤلاء شهداء رحمهم الله وخلص يعني وانتهى الامر. طب يعني ناخذ الاسباب، احنا نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن هناك اسباب ادت الى هاي الحادثه الاليمه يعني. فلا نريد ان نسلم كل شيء الى القضاء والقدر ولا نعالج الاسباب. نعم.
أشكرك أخي يا دكتور. معاذ أنا بس في موضوع صغير. تفضل. وهو أنه يعني هاي الشركات ومبرر الأخ جواد اللي هو نقيب جعارة نقيب هو متحدث باسمهم. هو للأسف يعني ساق أمور وحكى في أمور غير مبررة نهائيا، لا من قصة يوم الأربعاء ولا من قصة باصات حديثة ومش حديثة ولا من قصة أنه شركات يعني هو يقول أنا اللي استشفيته من كلامه يعني هو يقول أنه هم ما إلهم علاقة أنه يكون في شوفير تاني، هو مش ذنبهم يا أخي. هاي الشركات كلها وزارة الأوقاف قادرة على أنها تجبرها. إذا أنت ما يعني كوزارة أوقاف ما بتجبر هاي الشركات وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف الأردنية يكون أكثر من سائق، فما بدنا الرحلات من أصله يا سيدي. طيب أشكرك دكتور وعظم الله أجركم. شكرا. أحمد من الخليل، تفضل يا أحمد. أحمد عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا سيدي. هلا بيك أخ معاذ. أول شيء بنقدم تعزينا لأهالي الشهداء في فلسطين ولأبناء فلسطين ولجميع الجرحى، وهي الشغلة يعني للأمانة إنها أثرت جميع الشعب الفلسطيني والحمد لله هي شغلة قضاء وقدر رحمه الله. أنا بحكي معاك سائق شاحنة كبيرة. أنا بالنسبة لهذا الشيء الحادثة اللي صارت، إحنا بنحمل المسؤولين في الأردن ونحمل المسؤولية لوزارة المواصلات. ليش؟ وبنحمل أنا بقول لك الشوفيرية، أنا توجهت للأردن عدة مرات وركبت شاحنات معاه وركبت في البازار يعني معاه. شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ المطلوب إنه يكون في سائق تاني مساعد في الباص. طب شو دخل شو دخل ال يعني شو دخل هاي في إنه أنت بتطالب إنه يكون في الترخيص يكون في سائق ثاني، صحيح؟ بطالب. طب أنت صحيح. أنت بتسوق كنت على أنت بتسوق على تريلات كبيرة؟ أي نعم. طب أطول مدة سقت فيها لتريلات يعني سقت برا خارجي؟ أكثر اسمع الشوفير أكثر من 4 ساعات 5 ساعات التوب ما بقدر يتحمل قاعدة واحدة وسواقة أكثر من 5 ساعات. سقت على سقت على خطوط الأردن سوريا الأردن مثلا؟ لا, 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 لا أنا بسوق في خطوط الضفة هوني، وكنت أسوق على خط حيفا وعلات وخط السبع. بسوق خطوط في داخل إسرائيل. يعني أنت برأيك إنه كشوفير إنه بس 5 ساعات التوب؟ يعني إذا الشوفير نشيط وشاب وصاحي على حاله أكثر من 5 ساعات شوفير الشاحنة ما بيقدر يتحمل، فاهم؟ ما بيقدر يتحمل. بعدين في شغلة بدي أنبهك عليها. الشوفيرية في الأردن أول إشي بسوقه ما في قانون نهائي. لا بدناش نقول بدنا لا بدناش نقول فش طلع طلع بدناش نحكي هاي. في مثلا هون على الفيسبوك أشكرك شكرا جزيلا، هون حد بيحكي إذا الشوفير بنعس ليش ما نام؟ ليش بيستهتر في حياة الناس؟ هون بيحكي لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الموضوع؟ هون حدا بيحكي لي اسمع اتغلبش حالك، كمان سنة سنتين رح يطلع لنا 24 شهيد، انسى الموضوع وتوكل على الله خليها سيرة. طيب نتوكل على الله. فاصل قصير يبقوا معنا. خلت أول إش ربيت أولاد صغار 8 وقسمت ربي أولاد ابني 4 ابني ربيت 8 بات أبوهم أمي كلهم صغار سويت بنت ربي بعد ابني يعني ابني. من جديد نتابع مشاهدينا الكرام في موضوع رحلات العمرة. هون حدا بتحدث انه قبل اسبوعين عاد من رحلة عمرة ويقول السائق هو نفسه اللي روحنا على من الحدود الأردنية للسعودية هو نفسه اللي رجعنا، وبالتالي فيش رقابة. بحكي لي انسى الموضوع، حتى بحكي لي انسى حسن. طيب لا حول ولا قوة الا بالله. طيب معنا مواطن من طول كلمة، تفضل يا مواطن. مساء الخير يا اخبار. هلا بيك. رحمة اولا رحمة الشهداء الذين انتقلوا كل الشهداء هنا. اي واحد سامعني اخ معاذ؟ سامعك. اولا احنا نأسف على ولكن قدرة الله لا نعتدي عليها.
اولا. ثانيا هون لما بدهم يروحوا الاخوه على العمره لازم يبقى سائق ثاني ولا مره الا يبقى سواكين اثنين. يعني الاخ بيتكلم اجعاره انه كذا وكذا. هو بيتحدث لك شو بيحكي وهو شو شو ذنبه؟ يا اخي معاذ يا اخي معاذ في هون تجاره في ابوز. انت رحت اعتمرت؟ انت رحت اعتمرت؟ انا ان شاء الله اني بعتمر ولكن اخي انا بعرف وانا اعتمرت وطلعت شايف اخي معاذ. هون لازم يبقى سائقين اثنين يريحوا. شو بيحكي؟ شو ببرر حاله؟ هناك في شركات تستغل من الناس للعمره. يا اخي معاذ شو ليش هيك هذا بصير معنا؟ طيب بدي احكي لك انا شايف مضبوط. خليك معي يعني للاسف الشديد تبعين المواصلات اولا لا ببحثوا ولا بكتبوا. شايف قبل 4 سنين 5 سنين صار معنا حادث مفجع. راح لنا بناته راح لنا اولاده راح لنا كذا. بعد شهر ونص اذان شهور السائق شفته وبشوك عنه. طب خليك معي يا مواطن خليك معي بس اشرك المواطن. مين معنا؟ ابو عبد الله من يطا. خليك معي ابو عبد الله من يطا. تفضل ابو عبد الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. صح في يعني انا بحمل الشركات لانه في استهلاك كثير عندهم. اول شيء الشيء الثاني يعني بختاروا مثلا يمكن الباصات اللي نوع ثاني يمكن اقل مستوى مثلا بالنسبه للاجره او شغله زي كذا. فهذا شيء يعني هو بيسبب الامر. شيء ثاني قديش بروح انا مش رحت عمره من مره ولكن بزور ناس كثير. لما بروح عمره نفسي واحد يشكر شركي او يقول والله حتى المرشد. يعني كيف المرشد بحطه؟ بتجيب لك 10 زبون معتمرين وانت يلا مجانا معهم وباسم بطلعك باسم مرشد وتطلع معهم. طب هون في بعض الشيء اسمع هون في مواطن بيحكي والله العظيم ما منشوف لا مرشد ولا غيره. بالعكس بيحكي بس شوي بيحكي انا عد بس خليك معي. هون بيحكي انا طلعت مرتين. المرة الأولى طلعتها والله العظيم ما عملت إشي طلعت هيك زي بدي مش عارف استكشف لأنه فيش حدا أرشدني. والمرة الثانية طلعت عملت عمرة صح. تفضل شو رأيك؟ هذا صحيح الكلام 100% لأنه كثير ناس نفسي بقول لك واحد يشكر شركة عمرة أو حج أو شغلة زي هيك بتصرفهم أو تعاملهم معهم في طريقة الجهاز. ما في من هذا التعامل بالمرة. طيب هون في احد الـ طب تفضل. هون احد الناجين من اللي كان في الباص الباص بده يحكي معنا يا حسن. طيب شو رايك شو المطلوب يا مو؟ انا رايي لازم يكون اول شغله تدقيق على الشركات اللي بتخرج الناس للعمره يكون اول ترخيص معهم بشكل مضبوط. والشغله الثانيه انه يكون وثيقه واتفاق بين الشركه وبين المعتمر او الحاج. الشغله الثالثه انه يكون فتره استراحه. يعني بتقول لهم شو استراحته؟ بقول لك والله مينا توضينا صلينا الظهر او العصر مثلا وارتحنا بيجي ربع ساعه وجينا طالعين. فالعشر دقائق والربع ساعه ليست استراحه هذه. يعني انت لما تمشي 1500 كيلو 2000 كيلو ولا 1000 كيلو بكفينش هذول لراحه وكذا. اقل شيء لازم يكون ساعتين ويكون على الطريق الرئيسي اللي هو مركز صيانه اقل ما فيها. من المدوره يكون مركز صيانه وقبل ما يصل المدينه المنوره يكون مركز صيانه. شكرا جزيلا لك. معنا الحاج ابراهيم. تفضل من رام الله. حاج ابراهيم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. بدي اتابع البرنامج مع الاخ معاذ. تفضل انت على الهواء. تفضل على الهواء. تفضل. يعطيك العافيه يا اخ معاذ. الله يعافيك يا سيدي. انا بشكرك على البرنامج الطيب. الله يحييك. وهذا امر بيهمني ابناء الشعب الفلسطيني. واحنا يعني بنتشرف ان تكون برامج زي هذه عشان تكون فيها توعيه وتكون الامور ان شاء الله متابعه الجهات المسؤوله يا رب. لكن في بعض الملاحظات اخ معاذ. تفضل. في بعض الملاحظات يعني احنا اول شيء لهين بحضر من قدر. المكتوب ما منا مهروب ولو كنتم في بروج مشيد. نعم لكن اجعل النبي صلى الله عليه وسلم شو حكى؟ قال اجعل مع دعائك شيئا من القطران صح؟ كل احترام وتقدير لك. طيب قضية الرافعة اللي كانت في مسجد البيت الحرام قبل اشهر وقعت على ناس آمنة. نقول هل كان في خطأ؟ يعني انا بدي اسألك سؤال. يعني انت بتحكي على ذلك؟ يا سيدي هلا انت خذ بالاسباب وبعديها اذا صار شيء خلص قضاء وقدر. اخوي معاذ انا بشكر برنامج الطيب. الله يحييك. كل محبه وتقدير لك. لكن برضو انا بقول لك شيء يعني حدث قبل اشهر في البيت الحرام
رابعة دزن الأطفال. يا سيدي يا حج إبراهيم يا حج إبراهيم نقول أن هناك تهديل من يا حج إبراهيم المملكة العربية يا حج إبراهيم أنت بتحكي بعد إذنك هلا أنت خذ بالأسباب بعديها لو شو ما صار أنت أخذ بالأسباب صح يعني أنت مثلا بهمش ما بدي أتفلسف عليك أنت الآن مريض لا سمح الله تمام إذا قرأت الفاتحة بالطيب بس خذ دواء واقرأ الفاتحة تمام خذ الدواء واقرأ الفاتحة يعني لا بأس في ذلك بس إنه طلع علي طلع بهمش بس تحملني تحملني بس خليك معي خليك معي خليك معي يا سيدي أخوي معاذ يوميا احنا بنعيش لفلسطين خليك معي احنا بنعيش لفلسطين مضبوط يوميا في عنا حوادث طب يا حج ابراهيم يا حج ابراهيم يا حج ابراهيم المسؤولين عن ذلك يا حج ابراهيم بعد اذنك يعني يا حج ابراهيم ولا متابعه واحنا ابناء الشعب الفلسطيني يا حج ابراهيم سامعني سامعني يا حج ابراهيم حدث وحدث والله الحاج ابراهيم مش سامعني يا حاج ابراهيم يعني هلا احنا مثلا اذا كان في توصيه انه ينحط كمان سائق ثاني في الباص ما نحطها بس اسمع بس شوي بس شوي بس شوي بس شوي يعني ما نحطش السائق الثاني ونحكي خلص يا تقادير مثلا يعني خلص وتمام الامر ما هو يا اخوي معاذ الله يسعد مساك يعني طالع على امراض اكثر من عمره يعني في السنه بطلع 3-4 مرات امراض يعني بالنسبه للباصات الاردنيه سائق واحد موجود على كل حافلة مش من اليوم من سنين سائق واحد موجود على كل حافلة طيب بتسأل الشركة الشوفير بقول لك يا عمي الشركة بتقدرش تحط سائق ثاني براتب شهري لموظف ثاني ومتابعة أمور زي هيك احنا السائق لما تطلع من الجسر لرم دورة طيب خليك معي معي احد خليك معي ما خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي يعني احنا ما نحطش سائق ثاني وخلص لو استشهد له كمان 30-40 بس اسمعني شوي والله يا عم اسمعني خليك 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 يعني لو استشهد له كمان 70-80 يا حجب خليك معي خليك يعني لو استشهد له كمان 70-80 واحد ما خلص شهداء ما هم خليك معي بدي اخذ خليك معي بدي اخذ احد الناجين من حادث عمره الحمد لله على سلامتك سامعني يا خضر الحمد لله على سلامتك الله يسلمك وخليك اي اي حادثه انت نجيت منها انا عماد خضر من جنين احد ناجين من الحادث السابق حصل 16/3/2013 طب الحمد لله على سلامتكم يا سيدي شو القصه الله يخليك يا رب كم واحد كم واحد اسمح لي بالبدايه معزي اهلنا بوفاه بضحاياهم شهدائهم ويسال الله لهم الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل رحمهم الله طبعا الله يبارك فيك اذا بتسمح لي في البدايه انه يعني ديننا بحس دائما على اننا ناخذ بالاسباب كانها كل شيء ونتوكل على الله وكانها ليست بشيء يعني عندي سؤال ليش الركاب من أماكن متفرقة اللي كانوا في الباص دليل إنه شركاتنا شركات لحد العمرة اللي موجودة بتبيعنا لشركات ثانية خارج فلسطين يتم تجميعهم بشركات بعد الجزر طبعا يعني الكل والجميع كل المواطنين بيشهدوا عدم التزام شركات العمرة باتفاقها مع المؤتمرين هذا اللي حب أقوله وطبعا يعني بأكد على إنهم ما يتاجوا بعواطف الناس سؤالي لحضرتك انتو السبب الرئيسي في الحادث اللي كانت راح ضحيتها طبعا 16 شهيد صحيح بالضبط نفس الحادث هذا طيب شو سببها بس هيك عشان يعني شو السبب يعني كان هو يعني السبب الرئيسي الاهمال بهذاك الحادث وبهذا الحادث يعني صحيح صار في تهوير بالحادث الاول هور الباص صحيح وكان في خلل بس نتيجه عدم درايه السائق السوري يعني كان حادثنا غريب لانه مشترك فيه اكثر من دوله شركه باصات سعوديه شركه تامين اماراتيه يعني الحادث صار في الاردن الركاب فلسطينيه الشوفير سوري فتخيل انت حد يعني فسيفساء فسيفساء يعني مش طبيعي طيب. يعني الحمد لله على سلامتك يعني الله يبارك فيك يا رب وشكرا خليك. شكرا لك مين معنا يا حسن حسن مواطن من وين من ترقومية تفضل يا ثامر يعطيك العافيه سيدي الله يعافيك الله يرحم الشهداء جميعا يا رب وان شاء الله انه ربنا بيقبلهم يا رب انا بس بدي اشارك في انه الموضوع انه في عده جوانب انه الاول الشوفير لازم يكون في شوفير قانون مسافه بعيده ثاني شيء انه في مشكله الاساسيه انه المواطن لما يروح يسجل في شركه بيسترخص الشركه واحد اثنين يحق للمواطن انه ياخذ عقد يكون عارف شو المشرف عارف شو بده يكون معاه موجود هناك لا هذا العقد بياخده معاه في السعودية حتى من أول ما يطلع من الجسر الأردن بأنه حتى إذا ما فيش شوفيرين من حقه يحتاج ومن حقه أنه يروح على
على المسؤولين يحتاج فيها. أول إشي الناس بتطلع أنه السكن قريب وأنه كيف الأوتيل 5 نجوم ولا يعني بروحوا بنسوا الشروط يعني التانية. أنت تريد أن يكون هناك العقد شريعة المتعاقدين صحيح؟ ممكن حتى نوجز يعني سريعا هيك الأمر؟ شغلة تانية الناس بتسترخص رحلة العمرة يصير يدور على 160 دينار و 165 دينار طبعا عندنا شركات كثير صارت رحلة عمرة كان زمان 250 ليش؟ لأنه في باظات وفي شبارية تانية فصار في منافسة فصار ينزلوا من الأسعار ويقللوا الجودة من الخدمة. هلا هذا الحكي دور السلطة ودور الوزارة يعني أنت الخطة. أنت بهمش عشان أقطع لك شكرا جزيلا لك عادل تفضل يا عادل مرحبا هلا بيك. يعني هذه كل الشركات اللي بتشتغل معنا شركات وهمية وغير بدناش نقول كلها بدناش نقول كلها بعضها اسمع بقول لك بأخذك من هان ومرات عديدة يرموك من دون سكن أول ساس بادي هذول الشركات تبعاتنا من دون سكن ومن دون حتى أي رقابة منهم لا مرشد ولا حاجي مش بيقدر يبيعك ب10 ليرات من شركة لشركة. طيب شكرا جزيلا لك. هون في بعدين تفضل. بالنسبة للبازات شوفير واحد يمشي 30 ساعة في قانون العالم كله أكثر شوفير باز من 6 ساعات ممنوع يمشي حتى لو كان سوبرمان مثلا. والله لو كان مش سوبرمان لو كان مين ما تقول عنه ممنوع أكثر من 6 ساعات قانون العالم. الباز أنا روحت في باز 30 ساعة متواصلة مشى شوفير الباز ورجع وحمل ورجع كمان مرة أنو هذا أنو قانون بيسمح له هذا الإشي. شكرا جزيلا. زياد من جنين تفضل. زياد تفضل. يا زياد اخوي حبي شارك عليهم رحمة الله الشهداء اللي استشهدوا في حادث السير الملئيم. نعم. كنت في العمرة يعني امبارح الساعة 12 تقريبا. انت رجعت من العمرة الليل الساعة 12. طب الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا طبعا اطلعت قبل المرة في الباص وفكع جكات الهواء تاعت الباص واحنا مروحين من المدينة. طيب شو عملتوا؟ يا اخي بقول ظلينا ماشيين كله بدل هالباص جيبوا لنا باص ثاني ما برد ما يردوا ابدا. بالاخر احنا شو عملنا؟ ظلينا ماشيين وشو زي اللي راكب يعني في عرباية والاسمع والفاقعات العجل البركات هذول كل شيء تمام؟ لا مش بركات جكات الهواء كمان. وكله ماشي على بركة الله. والله كنا ماشيين برعب يعني كله يعني كلياتكم في الباص اسمع 50 واحد 60 واحد مش عارفين توقفوا شوفير؟ ووقفنا وساعة وبكلنا بده حوالي 4 او حوالي 12 ساعة تيصلكم الباص فمنمشي ومنصل واحنا انا دليت ماني منا ولا حدا والنسوان صيحين قعدوا الشباب من وراء والنسوان قدام وايش قاعدين على ايدينا يعني كل ما طب الباص يخلعنا خلق روحنا يعني باستهتار رهيب. هسا انا من وقتها حلفت لو بقعد باب جامع وبشحد مصاري الطيارة اللي اطلع بطيارة انا ما بدي انا الحمد لله الامور هذا. طيب فامبارح انا طلعت في طيارة طلعنا ساعتين. هلا مشكل الناس اسمع مشكل الناس قدرتها طيارة. شكرا جزيلا لك والحمد لله على سلامتك اخوي. الطيارة مش الطيارة والله بجوز تكلفتها ارخص من طب هلا انا بديش اعمل دعاية للتكتات ولا للطيارة. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. امغازي تفضلي. نختم باتصالنا بامغازي ونعتذر عن استقبال المكالمات يعني الهائلة. تفضلي يا امغازي. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية اخي بعاد. الله يعافيك. لو سمحت بدي اشارك في الموضوع. تفضلي. والله انا حجيت حجتين وطلعت 14 عمرة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كله قضاء وقدر هذا من رب العالمين. لكن الحمد لله رب العالمين اللي بنشكي احنا بس نقطة واحدة. يعني لما كنت اشترط اقعد ورا الشوفير مباشرة. ليه؟ لان الشوفير بده يضل حدا الهي ويحكي معاه مشان ما ينامش. ايوه. لأنا كنت قاعدة ورا الشوفير مباشرة كل الباطي نام اللي انا ضلني قاعدة. اعطيه شوكولاتة اعطيه ملبسة اعطيه كذا ونحدثه ونضل دروس طول الطريق ونخلي الشباب اللي في الباص يقعدوا اول على الارض يقعدوا جنب الشوفير على اساس انه الشوفير ما ينام. احنا طلبنا الوحيد كل اشي من الله منيح وقابلينه وان شاء الله راضينه. لكن لازم يكون شوفير مرافق له.
في متابعات في هذه الموضوعات والملاحظات؟ المتابعات الله يجزيه الخير، انا كنت اطلع مع ابو جعارة، ابو اسعد جعارة. صدقني ما بدي اعمل له دعايه، ربنا الله شركات كلها الركن نروح معها محترمه جدا. طيب. وكان ابو اسعد طيب. وابو خالق والسيد سكران ابو الولد. المهم الخلاصه بالحديث يتصل، مش دعايه اطلاقا، انا بحكي ضميري. طيب. يتصل طول الطريق معانا، شو ناقص عليكم؟ طيب احنا برضه كمان شركات احنا ما بنعمم، احنا لا لا ما بنعمم، بس انا كيف الطريق كانت، انها كانت متابعه من الشركات لانها الشركات موثوق فيها اولا. طيب. انت سيدتي الشركات كلها لها الاحترام والتقدير، ولكن في يعني في شركات ما بتشد، في شركات منيحه بتشد. لا طيب. كان ابو كان ما بحكيش انا على شركه معينه، بحكي بشكل عام. لا انا ما بحكي، بعمم على عده شركات طلعنا، مش مع ابو اسد لحاله. طيب. وانا ان شاء الله ب 13/4 طالعه، يعني معنا ثلاث باصات طالعين. وبرضه كمان رح تقعد تشطي ورا الشوفير؟ لا هلا بدنا متاكدين انه رح يكون في كمان شوفير. طيب. احنا هذا طلبنا الوحيد، وكل شيء من الله منيح. طيب الحمد لله على سلامتكم. معنا شباب. الحمد لله على سلامتكم، شكرا جزيلا لك. بس بدي ابو غادي يحكي معك. الو، تفضل يا عمي. مرحبا، اهلا وسهلا، كيف حالك يا حمار؟ اهلا بيك، تفضل. انا بدي اسال سؤال، وزارة الاوقاف تستفيد ولا ما تستفيدش من العمرة والحج؟ طيب شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة من مساحة حرة، نعتذر للذين لم نستقبل اتصالاتهم، ونعتذر لالاف المشاركات على الفيسبوك اللي ما قرأناها ولم نستطع قراءتها. في الختام نحن لا نعمم، هناك شركات لها كل الاحترام والتقدير وتهتم، وشركات كل الاحترام والتقدير لها ولكنها لا تهتم، وبالتالي القضاء والقدر عندما يقع يقع، ولكن الحذر لا يمنع وقوع القدر، ولكن الاخذ بالاسباب مهم. لكم تحيات المخرج حسن نجار، شكرا لك يا حسن، وفريق العمل، لكم تحياتي معاذ الشريدة. وقبل أن نختم، رحم الله الشهداء وألهم أهلهم وذويهم الصبر وحزن العزاء. نعود ونلتقي بكم بإذنه تعالى الأسبوع القادم، فحتى ذلك الحين أطيب المنى إلى اللقاء. حتى أول إشي ربيت أولاد صغار 8، حسبت ربي أولاد ابني 4 ربيت 8، بعد أبوهم أمي كلهم صغار، سويت بدي ربي بعد ابني حبيبتي.